السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يلا هنبدأ استعاذي وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ لأنه كتبنا هنا تعود إلى أقرب مذكور. من هو أول ما أقرب مذكور؟ لازم يكون بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكونش الشيطان هو أقرب مذكور. واضح الكلام؟ إن شاء الله. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا
فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نسأل الله من فضله، اللهم ربنا هب لنا من فضلك. برضو سهل يا حلوين، سهل الحمد لله. اللي تابعني من أول إلى هنا إن شاء الله الأمور سهلة معه، والقراءة مع وليس بعد، مع وليس بعد، وبعيد وبزيد. في ناس قالوا لي إنه إيش بتحط المراية وبدها تشوف وضع اللسان في كلمة أرو، مش هتشوفي لأنه الراء جوا داخليا مش هتشوفي. المهم اتقني حرف الراء و ثبت المخرج أو جيب المخرج بطريقة التكرار. كيف أنا أعرف نفسي أنا جبت مخرج الراء ولا لا؟ هتجيبيه بطريقة التكرار. أر هنا صار عندك مخرج الراء صحيحة، إذا بقي عليك أنك تضبط التكرار بس. فحكاية المخارج اللسانية الداخلية هاي ما حتشوفيها، واحنا بنشرحها، انا شرحتها عشان بس اوضح لك ايش بيصير، لكن عشان هيك انا بحب اسهل الامور واقول لك اعملي كذا وسوي كذا، وما ادخلش في الشرح النظري اللي شفتي اللي بدك تصير تطبقي مش حتقدري. نعم حتطبقي في ذال اذ، حتشوفي ان الحروف الشفهية حتشوفيها، أما الحروف الداخلية لا مش هتعرفي. فلا تحاولوا أبدا. أنا ليش بقولك امسك المراية في حال حركة الفك، حركة الفك هل أنا بحرك غلط ولا لا، حركة الضم أشوفها، حركة الاستفال في التسفل في الفك بأشوف نفسي، تمام، في كلمة كنتم الرجوع للساكن هذه اللي بشوف نفسي فيه في المراية، لكن المخارج الداخلية مش هتشوفيها، تمام. ولو أن كتبنا كتب الباء هتشوفيها، ليش؟ لأنها مخرج شفايف فتعرف. أني قتلوا، أني هي هنا هي أصلها أن، حركت بالكسر لمنعا لالتقاء الساكنين. وين الأول الساكن النون والثاني القاف؟ العرب لا تجمع بين ساكنين في كلمتين متجاورتين، احفظوها هاي، الأول والثاني، الأول في آخر الكلمة والثاني في أول الكلمة. طبعا همزة الوصل سقطت في حال الوصل. إيش بتعمل العرب؟ إلا أحدثت أمرا، في مين؟ في الأول. فإذا كان الأول إذا كان الأول حرف مد أسقطته سقط، وإذا كان حرف عادي حتى لو كان تنوين تحركه، حتى لو كان تنوين نون التنوين تحركه، تحركه بإيش؟ يا بفتحة يا بضمة يا بكسرة، والحركة الأم اللي هي الكسرة، حفظتوها؟ هذا ببساطة درس التقاء الساكنين، تمام. هنا برضو آوي، آوي خرجوا، آوي برضو حركت بالكسر، ليش؟ منعا لالتقاء الساكنين. طيب ايش ما في اشي تاني صعب؟ ما فيش عندنا ما يو يوعى يوعظوا يوعظوا يوعظون، ممكن الواحد يغلط فيها ويفخم العين ويمكن انا بعملها يعني، فتنتبهوا. يوعظوا يوعظوا لازم العين تكون مرققة، يمكن انا فخمتها والله ما بعرف لان مرات بتصير معي، فانتبهوا. يوعظوا
كن، عشان هيك قلت لكم العين دائما بالعرض، بعملية عرضية في الفك. يوعى يوعظوا ظونا. طيب خا خي خيرا خيرا لهم وأشد تثبيتا. سهلة. أجرا 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 عظيما. صي 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 الصاد الأولى لأنها مكسورة بيجيبوا لي إياها كأنها سين، صي لا مش صي، صي اسحب الصوت للداخل. صراطا طم صراطا مستقيما، وهذه الصراط موجودة في الفاتحة، ومستقيم برضو القاف موجودة في الفاتحة. انتبهوا. ومن يطي يطي طي من هنا طي. ومن يطيع الله والرسول هنا والصدي، عند الدال الأولى حعمل هيك والصدي، وأجيب طرف لساني وأتكئ عليها كويس في الدال الأولى، هي المعرضة للتفخيم. انتبه. والصلي حين، الألف تبع مين؟ قبلها، ما قبلها. خذوا حذرا حذركم حذركم. فانفروا رو، سمعين صوت الراء؟ ثبات أوي أوي انفروا. ليش أوي؟ عرفتوا ليش أوي وليست أو؟ ليبطي طي 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 ليبطي أن، الهمزة أن، ليبطي بطي تمام، بس الطاء. من وين بعمل لها؟ بقول طي، بقول طي طي من هنا. أصابت الهمزة أصابتكم مصيبة مصيبة مصيبة، بس الصاد اللي بفخمها، الياء بتترقى. قد قال قد قال قد، سهل يعني بعيد وبزيد عشان تتعلموا التفخيم الصح. ولئن أصا أصا، لا غلط، أ أصابكم ف ف فض، لا ف ف فضلم فضلم من الله، من الله، النون مرققة، النون للآخر فتحتها للآخر مرققة، من الله. ليا ليقولن، سهل والله سهل. فوزا عظي برضو عظيما، ويمكن أنا أكون غلطت فيها والله ما أدري، إن شاء الله ما بكون، بس هني بركز عظيما، مرات بيصير معي عشان هيك لازم انتبه. فليقاتل فليقاتل أجرا عظي أجرا عظيما، برضو العين ما تطلعش عظيما تمام. بس إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.